اشغلت كنت هذا اللي غادي نعطي الموم اللاحات غنبدا الحبيبه ديالي بالبنان. البنان البنان هي اللي كيكون في عاشوره ياد عرفتيها اللبن. ايه هذاك حبيبه ديالي غادي ناخذ البنان وغادي نقطعوه طريفات مرصويات بغاو يديروه مدور بغاو نديروه الشكل كما كيتباع. غادي نقطعوه حبيبه ديالي وغادي نديرو القاغط في المول ندهنو اللاطا وندهنو القاغط عاود من الفوق ونحطوه في المول ونقردوه ونستفوه في اللاطا ديال الفران ويدخل للاطا ديال الفران. الفران نشعلو الفران ما يكونش مجهد بزاف ما يكونش هذا وندخلوه للفران حتى نخليوه حتى ينشف في الفران نعاودو نطلعوه للفوق ونبداو الى شفناه ما يبش شويه من هذا نعاودو نقلبوه. حنا كنقلبوه تنقلبوه ما يتحرقش ويبقى كيف ما تنشوفوه. نعم يبقى لونو بيض ما يكون مش ما يوصلش قوي ما يرش السكر كيرش السكر من الفوق عليه بديك الرصاصه بحال اللي كندير ديال الملحه قرعه الملحه. واللي ما بغاش حبيبه ديالي خليه طبيعي خليه طبيعي. نعم هذه الطريقه ديال البنان اللي كيكون في عاشور داك البنان اللي يبس اللي يبس حبيبه ديالي. نعم غنمشيو هذا نمشيو للوز. اللوز هذا اللي كيكون حتى هو مملح اللي كيتباع غادي نشدو اللوز ديالنا بحال مثلا نص كيلو ديال اللوز. نعم في نص كاس ديال الماء معلقه ديال الملح والملحه على حساب الانسان انا تنقول في الطريقه ديالي معلقه ديال الملح في داك نص كاس ديال الماء. غادي نشدو داك اللوز ندخلوه للفران يتحمر على عافيه مهيله حتى ياخذ اللوين ديالو مزيان طاب ياك لا تحمر يتحمر اللوز. مني يتحمر اللوز نجبد اللوز داك النص كاس ديال الماء في معلقه ديال الملحه غادي نخلطو وغادي نخويه على داك اللوز ونطفي الفران ونحرك داك اللوز مزيان في ديك اللاطا ونسد عليه الفران مطفي ونخليه غير يبرد نجبد اللوز ديالي كان هو كيتباع على لا. نفس الطريقه الكاوكاو نفس الطريقه الزريعه نفس الطريقه للزرع غير الزرع حبيبه ديالي كنكونو متزقينو. نعم كنفزقو الزرع وعاد كنعاودو نديروه في الفران كيبات فاز كما كنديرو الهربل. نعم يعني كنرطبو في الماء ليله كامله ايه وعاد تنديرو نفس الطريقه كيتسرح حتى تيتحمر في الفران يعني كيتحمر كنطفيو عليه وكنزيدو له الماء والملح اللي مخلطين ونطفيو الفران ديك الساعات ونسدو عليه. ايه كناخذو كاوكاو الا بغينا نديرو كاوكاو كراميل خلي النوكات النوكات الا بقى الوقت انا غنعطي النوكات لفراحات. نعم المهم النوكه الحبيبه هذا كاوكاو كراميل كنشدو كاوكاو المعسل الاول كنديرو انا ما كنديرش العبار انا عيني ميزاني. نعم كندير كاوكاو مثلا ربعه ديال الكاوكاو او نص كيلو ديال الكاوكاو كنخوي داك سنيده بعينيا نشوف ديك سنيده اللي غادي تكون على داك الكاوكاو اللي غادي تلبس لي كاوكاو. نعم هذا كاوكاو بوحدو غادي نقبض داك الكاوكاو غندير فيه مثلا ثلاثه ديال المعلقات كاع ديال الماء. ياك انا غير عطيت للمستمعين ثم انا مثلا كندير روبيني واحد القياس ديال الماء شويه وكنخلي كنبدا نتبع داك الكاوكاو فوق البوطه حتى كيتعسل ليا يتلبى ماشي يرجع لي كراميل كراميل بوحدو عاد غندخل في الكراميل يتلبس ليا كله. اذا بغيت نلبسو بالزنجلان حتى يطلق ليا يولي لي شويه ديال الكراميل غادي نخوي الزنجلان ونلبسو بالزنجلان ولا باللوز. نعم فهمتينا لا لا أه. ونحيدو ها هو يابس هذا كاوكاو اللي كيتباع مع السل يابس. نعم يعني تنديرو الكاوكاو فوق البوطه معاه ثلاثه المعالق ديال الماء مثلا شويه ديال الماء اللي غيفزقو إيه؟ وشويه ديال السنيده كنرشوها فوق منه وكنبقاو نحركوه حتى تيلصق فوق البوطه حتى تيلصق داك السنيده كلها كتلصق على الحبات نتاع الكاوكاو. من بعد كنرميو فيها شويه مثلا واحد الحفنه ديال الزنجلان ولا حفنه ديال اللوز مهرمش باش تيتلصق عليه. ايه ونفس الطريقه انا تنقول للوز تا اللوز نفس الطريقه اللوز نمشي وحديده ديالي للكراميل. الكراميل غنكونوا موجدين اللاطه ديالنا مدهونه بالزيت بحال دابا طلاطو يا ترطب غادي ندهنوهم بالزيت. نعم نسرعوا شويه الله يجازيك بخير الكبيره واخا لاله غندهنوا الطلاطو بالزيت
وغادي نمشيو نفس الطريقه اللي درنا الكاوكاو، غير حنا غادي نتبعو حتى يرجع لينا كراميل. طلق الماء معسل قهوي، ما بقاش ما بقاش السنيده كتبان فيه، ما نحرقوش ولكن راه كيبان لينا المارو ديالو ديال نعم حل العسل. نعم غير غادي نشوفو إيه الله يجازيك، مني نشوف حبيبه ديالي ولا هكاك غادي نشدو المعلقه ديالنا وغادي نبقاو نهزو الكسرونه في يدينا ونهزو بالمغرفه ونخويو في اللاطه على الشكل اللي بغينا، يا قبيبات يا كريصات يا مورسو يا طوال كيما بغينا نسرحو. نعم في اللاطه ديالنا ونخليوه حتى يبس، غادي يبس وهذا الشيء كامل نجمعوه في الجبابن ديال سميتو الجبابن الدجاج. نعم وتيبقاو شحال ما بقى، وما عطيتش بزاف المسائل الا ما نقلكش الوقت مره اخرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله الكبيره، الوقت كيزاح منا وقت الاخبار تيزاح منا. تحيه لكم الله يسلمك لاله، ومره اخرى كانت